ليه الألم يا ربي؟ ليه الناس تعبانة؟ مريضة؟ اللي ضرب جسمه مرض غريب حار الأطباء في تفسيره. واللي كان مليان حيوية ونشاط لقى نفسه فجأة مرمي على سريره، مش قادر يتحرك، واللي النور ضاع من عينيه، واللي بيستنى حد يحركه من مكان لمكان. واللي بطل يشعر بأنه إنسان. واللي الإهانة ضيعت كرامته. واللي اتحكم عليه يعيش زي الميتين. من غير ما حد يسأل عليه أو حد يطيب جراح قلبه بسبب ماضي. ليه الألم يا رب؟ والأطفال التعبانين اللي في الطرق مترميين، اللي اتولد وترمى علشان محدش عايزه، واللي نفسها في طفل والطب قال ما ينفعش، واللي نفسه تعبانة ومريضة عايش في ظلمة الاكتئاب. مين يشيل دول ويحطهم في المية لما الملاك يحرك البركة؟ مين يشفيهم؟ مين يوقف سيل الدموع اللي في عينيهم؟ مين يلمسهم بلمسة شفاء؟ مين يسمع أناتهم ويديهم عزاء؟ ليه الألم يا ربي؟ افتح عيني عشان أشوفك في كل الصور دي، أشوفك في المشهد واقف بطيب القلب، بتسند في الضعف، بتعزي في الحزن. افتح عيني علشان أشوف إيديك القديرة وأدرك أفكارك، أفكار الخير اللي عندك ليا. أدرك الطريق اللي رسمته بإيديك وأشوف السما ملامحها في عينيك في كلامك ليا، وأشوف الشفا في جناحيك. أنت شمس البر وشفائي وعزائي ودوائي في إيديك.